أنت يا بني آدم ما تستطيع تصل إلى الله عز وجل إلا بالله جل وعلا، فاطرح بين يدي الله عز وجل ليلا ونهارا. ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يتمثل بهذا البيت: فلولا الله ما اهتدينا. الله أكبر. فلولا الله، كان يشعر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا البيت، يقصد هذا البيت ومعه الصحابة يقولون كلهم بلسان واحد: فلولا الله ما اهتدينا. إذا كان هذا حال النبي صلى الله عليه وسلم، لولا الله ما اهتدى، قال: ولا صمنا ولا صلينا. من يستشعر هذا يا إخوان؟ إذا خرج إلى الصلاة من أقامك؟ أن تدري خلفك ناس ما استطاعوا يذهبون إلى الصلاة، ما عندهم من الخير الذي وضع في قلبك، وضع في قلبك هذا الخير حتى ذهبت إلى المسجد. ما هو أنت ولا أنا ترى الذي نقيم أنفسنا، لا والله يا إخوان، الذي يقيمك هو الله جل وعلا، الذي يثبتك هو الله جل وعلا. ولولا أن ثبتناك، يقول الله لنبيه: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، إذن لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات. فالذي قومك الله عز وجل، والذي هداك الله عز وجل، والذي أعطاك الله عز وجل، فاطرح بين يدي الله عز وجل. أنت المنادى به في كل حادث، اجعل لسانك هكذا: أنت المنادى به في كل حادثة، أنت الغياث لمن ضلت به السبل، إنا قصدناك والآمال واقعة عليك، والكل ملهوف ومبتهل، هو الله جل وعلا.